السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه. ومرحبا بكم في قناتكم مطبخ حليمه الفلالي مع وصفه جديده وفيديو جديد. يوما ان شاء الله ودام حلويات العيد السهله والسريعه وكيف طلبتوا كاملين، غادي نحضروا هذه الحليوه على شكل غريبه. كتجي لذيذه بزاف، سهله في التحضير وكتوجد بسرعه، وريحتها كتعطي من اخر الدرب. كتستحق انكم تجربوها. مبقاو معايا نشوفوا تفاصيل التحضير ديالها من اول فيديو للاخر ديالها. بالنسبه للدقيق غنحتاجو تقريبا 500 غرام، يعني 4 ديال الكؤوس اللي غنغربلوهم ونخليهم على جنب. وغادي نشوفوا المكونات مع طريقه التحضير، وطبعا غتلقاوها مكتوبه في خانه الوصف اسفل الفيديو. 125 غرام من الزبده او المارغرين رطبه اللي كتكون في البواطه وحده فيهم، ما نديروش المارغرين القاصحه ديال التوريق، لا، اما زبده اما مارغرين رطبه. 125 غرام مع كاس وربع من السكر اللي ممكن اننا نطحنوه واحد شويه او نديرو السكر كلاصي، ولكن من الاحسن السكر يطحن واحد شويه ويتزاد. كيس من السكر المسم بالفانيلا وقبيصه ديال الملح. غنخدموا هاد المكونات مع بعضها مزيان حتى نحسوا بان السكر انسجم مع ديك الزبده، ومن الاحسن الزبده تكون بحاره المطبخ، يعني نجبدوها قبل من الثلاجه، او كيف قلت مارغرين العلبه اللي كتكون رطبه. كنأكد لان بزاف الاسئله كيجوني بهذا الخصوص، واش نستعملوا مارغرين بحال الكدا او لا؟ لا، ما يصلحش بحال هاد الحلويات، لان هذه كتحتاج لدام اكثر، وكنستعملوها طبعا ولكن ماشي ما كتصلحش في جميع الحلويات. صافي، غادي نستمر كنخدمها مزيان حتى كتنسجم، وكنحسو بالسكر ذاب. كنضيفو كاس ديال الزيت يكون عامر مزيان ما يعادل 200 مليلتر، وكنحاولو ندمجو ونخدموها مزيان حتى كنحصلو على شكل بوماد منسجمة، عاد كنزيدو باقي المكونات. كنزيدو كاس من كاوكاو محمر ومطحون، نستعملتو بلا قشرة، ممكن ديرو بقشرتو تحمروه وطحنوه، وكذلك كاس من الزنجلان أو السمسم اللي حتى هو كنحمروه وكنطحنوه. كنضيفو كيس من فلون كراميل، إما هذا صغير أو اللي بالسكر ماشي مشكل، اللي كان عندكم البنات اللي ملقاوش أو ما توفرش ليهم راه ممكن يستغناو عليه، ما كاينش حتى شي مشكل، غير هو كيعطي واحد المذاق متميز، ما كاينش مشكل في هذه الوصفه بالذات. صافي، غادي نضيف واحد جوج علب بسكوي ديال الشوكولاط اي نوع بغيتوه، انا استعملت اوريو او ايو او اي نوع توفر لكم، تقريبا واحد 100 غرام، نص كاس من السكر من شعريات الشوكولاط او البرمسيل، وغنضيفو جوج اكياس من خميره الحلويات، وغنجمعو بالدقيق. بالنسبه للدقيق كيف قلت 500 غرام تقريبا، انا بقى لي منها غير واحد الشويه، ممكن تهز لكم اكثر او اقل على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي كتستعملوا، واش كتشرب او لا، او حسب حتى الكاس اللي استعملتوه باش تعبروا مثلا الزيت او باقي المكونات. صافي، غادي نستمر كنزيد شويه بشويه حتى نحصل على عجينه رطبه وفي نفس الوقت مجموعه ومتماسكه. نجربو نحصلو، يعني كيف قلت العجينة رطيطبة وكتشكل لينا كويرات بكل سهولة. صافي، كتكون العجينة ديالنا واجدة مباشرة، كنشكلوها وكنطيبوها يعني في ساعة. هاد الأثناء كنشعلو الفران ونخليوه يسخن مزيان، ونقادو كويرات بهاد الشكل كبار أو صغار، يعني في حدود بين 19-20-21 غرام، وكنوضعوهم في صفيحه ديال الفرن مفرشه بورق الطبخ او مدهونه بالزيت، وغادي نستمر حتى كنشكل العجين ديالي كامل. بالنسبه ليا عمرت جوج ديال الصفيحات بداك الشكل، كنطيب وحده بوحده. عندكم فران، يعني عندكمش فران غازي وغتستعملوا فران كهربائي، فكطيبوا جوج بجوج ماشي مشكل، واخا تبقى واحد شويه راه ماشي مشكل. صافي، غادي نستمر حتى كنقادها كامله
وندخلها طيب الطياب ديال الغريبه العاديه اللي كنبغيوها تشقق غريبه البهله او الغريبه ديال السميده انها تكون العافيه فوق منها وكل الفران من قبل سخون مزيان حتى كيسخن مزيان كنقصو كندخلوها كيف قلت العافيه فوق منها حتى كنشوفوها تشقات خليوها على خاطرها تشقق عاد باش كنشعلو عليها من التحت اولا كنطلعوها العافيه تحت منها كتحمر ما تكتولهاش طياب بزاف جات اللي تبان لكم تذهبات وتحمرات صافي كتكون جاهزه ولا اسهل يعني دغيا في ساعة كتوجد. وهذا الشكل ديال الحلوه ديالنا او الغريبه منين طابت وبردات كتجي بهذا الشكل داك الفيرميسيل مع شت قطع ديال الشوكولات كيعطيوها منظر ومذاق زوين بزاف غير تبعوا الطريقه والنصائح ديال التحضير وديال الطهي وخصوصا ديال الطهي كنأكد بالنسبه للبنات اللي ما كتبغيش تشقق ليهم الحلوه الفران يكون سخون من قبل مزيان من بعد نقصوا ودخلوها العافيه فوق منها حتى كتبان لكم تشقات مزيان عاد باش طلعوها اولا شعلوا ليها طيب من التحت نار مهيله باش ليها اللون يعني منسجم وما تخطفش كتجي محمره فقط ما نحرقوهاش تتحمر من التحت ومن الفوق كتكون واجده كتجي هشيشه ومقرمشه في نفس الوقت ديك القرمشه كيعطيها الفلون ديال الكراميل والهشاشه طبعا من المكونات اللي فيها واكيد لذيذه بزاف وسهله كما لاحظتوا وكتستحق انكم تجربوها. شكرا لكم دائما على الدعم وعلى التشجيع وكنتمنى نكون دائما عند حسن الظن ديالكم. شكرا مره اخرى والى اللقاء في فيديو في وصفه قادمه ان شاء الله. مع السلامه.